مساءكم لذيذ. هو مساءكم لذيذ بس انا يومي ما كانش لذيذ، السيناريو ما مشاش معايا احسن حاجه. بس يا عم عشان ما جابش 100 نقطه كده مش احسن حاجه. والله لا، يعني انا هشرح لكم ليه ما جابش احسن حاجه. طبعا انت شوف الابتسامه، الحمد لله راضي يعني، الكابتن جاب لي جون وما دخلش في البونص. بس بس اللعيبه عملت، دي اهم حاجه عندي. نظف جواك اخوك، في سهم اخضر اخوك. ما هو ازاي سون جايب جون واحد؟ لا ازاي؟ لا هو انا كده كده خطتي ما فشلتش قوي، بس انت جايب اعلى من اللي مكابتنين هالاند. توفيق ومبسوط يعني مش قوي يا عم سيمبوس، لان ليا وجهه نظر كده هقول لك عليها في الفيديو. بس قبل اي حاجه، بما اني حزين عايز لايكات كتير وعايز اشتراكات. اهم حاجه الاشتراكات يا جدعان، احنا ماشيين ببطء قوي، عايزين يعني نخش كده على رمضان معانا ال 2000 مشترك. يجي على عيد كده يبقى معانا ال 4000 مشترك، ما اكيد رمضان يعني فرحه وبتاع. خد لك لفه كده شوف الفيديوهات القديمه، احنا بنعمل شورتات ولونجات وجو جامد جدا. اهم حاجه دلوقتي خليها في الفانتازي. ماشي اتكلم يا عم عشان انا زعلان. والله زعلان. اتكلم على ايه ولا ايه بقى؟ انت زعلان ليه طيب؟ انا زعلان ليه؟ هقول لك. انت راجل كابتن سون والموست كابتن ده كان هالاند، سون جاب اعلى من هالاند، المفروض تبقى مبسوط. لا ما هو يا عم انا جاي لك في الكلام، اتكلم انت يا عم عشان زعلان والله. ماشي هتكلم انت. يعني الاول احكي اتكلم على ماتش ايه؟ الاول نعدي على ماتش بورنموث كده وبيرنلي اللي هو كان ماتش ايه؟ يعني حلو ومش حلو. بعنوان دعوه ان سولانكي ما يعملش حاجه. خازوق سولانكي، هتلاقي على الصوره من بره خازوق سولانكي. والله صحيت من النوم ما رضيتش افتح الموبايل اشوف سولانكي اصلا هيبدا ولا لا. قلت ايه؟ مش هنكد على نفسي واسيب الموبايل كده. لا وتخيل ان هو لاعب. فايه؟ بفتح الابلكيشن لقيت سولانكي ستارز وصورته وهو داخل الملعب وبتاع، قلت بس. شفت بقى الجون وهو جاي من المستقبل بقى، النوتيفيكيشن بتاع سولانكي هاتريك، فاهم؟ هو كان شيء متوقع ان هو ممكن يحط، بس خلي بالك برضه ده انا كنت بكلمك فيه امبارح. بورنموث يعني انت يا غريبه ان هو ما جابش، يعني هو غريبه بس يا جماعه. ما هو ايفرت معلش، ما هو لو سولانكي هيجيب لك في كل ماتش انت متوقعه كان يبقى هداف الدوري. ما ده سولانكي ودي بورنموث برضه، ما لازم يبلانكي يا جدعان. ما تنساش ان هو من اول الدوري بيجيب تقريبا في افريج كل ماتشين، وبيجيب ضربات جزاء كتير. ما هي دي الكوره، ودي جاب هاتريك ماتش. ماشي هي دي الكوره وهي دي الفانتازي، ان انت الحمد لله اول مره ربنا يسترها معايا. ماشي ما الحمد لله. بس والله زي ما بقول لك كده، انت لما تجيب مثلا هيت شان توقع ان ده هيت شان، ودي برضو وولفرهامبتون. اذا كان هالاند عانى، يعني ده هالاند وعانى، فوارد جدا ان في ماتش هتلاقي المهاجم بتاعك ببلانك وانت متوقع الماتش ده هيجيب ومش هيجيب، فاهم؟ بس يمكن ده بقى عشان الناس فعلا تخش الكابتن، وانه غالبا هيبقى عليه الدور انه يجيب بقى في الجوله الدبل. لا عنده ماتشين بصراحه يعني مفيش اسهل من كده، لوتن وشيفيلد، الاثنين هوم، الاثنين في ايه؟ في ارض بورنموث. وما ننساش طبعا ايه؟ هم كسبوا النهارده، جابوا كلين شيت، بس ايه سينسي اتصاب للاسف، الناس كلها كانت جايباه. انا كان عندي واحد صاحبي يا وليد، احلى حاجه لك يا ليدو. ليدو يا عيني شاري سينسي ومرقد عليه عشان مش عامل فري. أيوة اغلب الناس بتجمع في اللعيبه لعيبه الدبل من قبلها بكتير، بس ده غلط. انت الصح ان انت قبل بدايه الجوله الدبل بدقيقه قبل الديدلاين. ماشي ما هو بقى بيعمل العيب. هو مش هيعمل فري هيت زي كده. تخيل انا جبت سون زي ما جبته كده متصاب المره دي، اعمل ايه؟ انا مش هعرف اجيب كله مره واحده. سينسي كان في ريسك اصلا كروت الصفرة. ايوه صح، وربنا بقى اراد ان هو يتصاب. فانت بقى دلوقتي هتفكر في دوتي. انت فاكر تابع الاخبار دي؟ يمكن تطلع كدمه مثلا. لا او لا انا شفت غالبا اصابه جامده، اصابه في الهامستر تمام، ثلاث اسابيع مش غالبا مش هيلحق الماتش الجاي. ما دي حاجه وحشه، حتى لو لحق اللي بعده ما انت ما استفدتش حاجه. مظبوط. فانت دلوقتي يعني يمكن الخلاصه اللي بقولها لك كده من الماتش ده، بورنموث فرقه حلوه بتهاجم هي. اي نعم الشوط الاولاني بيرنلي عملت ماتش عليها، بس ده متوقع ان بيرنلي بتحارب عشان ما تهبطش، وكان على ارضهم. لكن الشوط الثاني بان الفروق جدا، يعني بورنموث فرقه قويه ومرتداتها سريعه جدا. اللي انا اقول لك عليه بقى، حط عينك عليه، سيمينيو لعيب ممتاز. طبعا ما تروحش تعمل بقى زي سيمبوسا بعت لي، بس طبعا كان بيهزر بيقول لي انا عرفت هجيب مين، انا هجيب كوك عشان عامل اسيستين. لا كوك ما يتجابش. لا لما تكون لسه مبتدئ في الفانتازي وتلاقي لعيب خربها تروح جايبه الماتش اللي بعده. انا عارف ان هو كان بيهزر والله. طبعا كده زمان هو جاب جون، وعلى فكره وارد يعمل، بس كوك ده انا لا يا جماعه، انتوا فكروا في سيمينيو وسولانكي بديل سينسي اللي هو اتزبرني ده. ب 4-4 كويس لو انت عايز تمشي في المضمون. المدافع بيلعب 90 دقيقة بس ما بيعملش مردود هجوم، غالبا مش هيجيب لك ريتيرن، بس تقول مثلا جاب لك ماتش كلين شيت وماتش خيش 8 نقط حلو،
هي فكره. بس انا اقول لك بقى حاجه، عايز تلعب في السيف سايد يعني. انا بقى لو منك والله بجد اجيب اتنين هجوم ما اجيبش دفاع من بورنموث، لان مع اصاب السنسي دي هتفرق معاهم في الكلين شيت. هتجيب مين؟ سيمينيو. اجيب سيمينيو، ايه المشكله؟ اصل بص كده كده اللعيبه بتاع بورنموث دي هترميها بعد كده، يعني مش هيبقى معاك الا سولانكي. ما اعتقدش ان انت ما تعملش سوالف كتير يعني، سالب اربعه. انت لو عايز تروح مع حد تاني غير سولانكي، لا سيمينيو والله لعيب ممتاز وانا متابعه من زمان. الواد ده جامد، على الاقل عنده ايه حته الجرأه ان هو بيشوط، فوارد ان هو هيجيب لك مردود، هيعمل لك اسيست. الواد جري، ولو معاك الاثنين مش هيخسر حاجه. ده عمل ماشي، ده ما عملش. لكن انا لو انا منك يعني، بما ان لو انت مش هعمل فري هيت، انت هتجيب سولانكي وهتلبس فيه كده كده بعد الدبل. بس هو واحد، انا عن نفسي هخش بواحد من بورنموث وخلاص. طب تقول يا دكتوره للناس اللي ناويه تربل سولانكي بقى، اللي انا منهم، اللي انت منهم، خد رايك كده. لا والله لو انا هتربل، اصل انا بص الناس تربلت على هالاند، فانا متوقع ان سولانكي حتى يوم ما يعني هتبقى وحشه معاه هيعمل زي هالاند. بس هيجيب جون مثلا، وعلى الاقل هيدخل في البونص. دي لو بقت وحشه معاه وهو ضامن، اللي هو ضامن مركزه الا لو قدر الله اتصاب. ما نتمناش الاصابه لحد، بس هو والله بجد تربله حلوه، انا مقتنع بيها. وان هي يعني ايه بره الصندوق شويه. تخيل انت بعد السيزون ما يخلص تقول انا تربلت سولانكي من بورنموث، دي حاجه على فكره جامده قوي يعني. بس المشكله ان في دبلات جايه يعني، في دبل لنيوكاسل قدام، في دبل توتنهام. بص في دبل للارسنال. المشكله كلها برضو ان انت الدبلات دي في الاخر. ما هو انت لو قعدت تستنى زي اللي كان مستني على سينسي كده وراح اتصاب، اللي هو انت ممكن تفضل تستنى على التريبل كابتن وتقوم في الاخر تلبس ان مثلا اللعيب بتاعك يريح. انما انت دلوقتي داخل على التريبل انت متاكد ان سولانكي هيلعب الماتشين وفرقتين سهلين وهو التارجت مان. فبصراحه انا لو منك بامان طلعنا التريبل. انا مش هالاند الجوله اللي بتاعت الدبل اللي فات عشان اتربل سولانكي الجوله دي. بس ايه، هصلي صلاه استخاره ان شاء الله. انا مقتنع ان طبعا يعني الاربع خواص مقتنع ان اوحش واحده فيهم البنش بوست، تمام، يليهم التريبل كابتن. سقف نقاطهم مش عاليه، انت بتتكلم في تريبل كابتن يعني لو لعيب جاب 10 والناس مكابتناه جابوا 20، جاب 30 يعني زياده 10 نقط ممكن اي لعيب يجيبها لك. هي مش حاجه يعني الواو، الا بقى لو في ماتش دبل زي ده واللعيب انفجر دبل فمثلا جاب لك يعني زياده 25 نقطه. مظبوط مثلا. مظبوط. فهي التريبل دي حلوه قوي في حاجه زي الدبل ده. وانا لو منك بصراحه، انا لو منك هعملها على سولانكي. انا اصعب خاصيه في رايي البنش بوست، لان انت لازم تبقى محضرها من قبلها. انما انا بعشق حاجه اسمها فري هيت، والفري هيت دي لو اتعملت صح ممكن فعلا توديك في حته ثانيه. كده كده في الجوله 29 اغلب الناس هتعمل فري هيت. انا مش هعملها في 29 يا جماعه وهظبط. انا عن نفسي هعملها. هعملها في الدبل. انا واقع في الترتيب فمحتاج ايه اطلع. انت مش واقع قوي يا سموس، انت جامد تعمل كومباك. لا مش عايز، فاهم، مش عايز اخش في ولا جوله. لا ايه، عشان النقطه الواحده هتفرق معايا. انا هقول لكم برده معلومه لازم تكونوا عارفينها عشان برده إيه تفكير سمبوس مش غلط. لنقطه اللي عايز اقول لكم ان الدبلات اللي جايه كلها المتوقعه يعني هتبقى كلها من اللعيبه اللي معانا. يعني ايه؟ هتلاقي دبل في مثلا سيتي، في ليفربول، في الارسنال، كده كده اوريدي انت معاك اللعيبه دي مش محتاج تحضر لها. فاللي زي سيمبوس ممكن يبقى هو صح، لان هو بعد كده يبقى معاه نفس اللعيبه ان انا هروح لما اعمل فري هيت اجيبها. مظبوط. لانه هيعرف يحضر لها اصلا، خصوصا ان هو معاه وايلد كارد كمان، فهو يقدر يحضر لها كويس. فهي الفكره كلها هي دي طريقه ودي طريقه. انا هحاول بس اجيب من الفري هيت اقصى نقط اقدر اجيبها عشان انا حاسس ان انا مرتاح شويه في الترتيب. هو حابب يعمل فري هيت في ماتشات الدبل قدام، لان انا والله انا حاسس ان الجوله دي هتبقى جوله من النوع الخازوقي، اللي هو الخازوق الشفاف اللي مش بيتشاف. خد بالك من حاجه، لما تعمل فري هيت في ماتش في ماتشات الدبل مش هتستفاد من حاجه من البنش بتاعك. لا ما في دبلين، فينا دهاء دبلين نفس الفرق. مش نفس الفرق بقى، انا هبقى محضر لده وده. ما انا معايا بقى والد كارد بال 30 بقى، هقعد ارقد اشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. وعلى فكره ممكن ما اعملش في ال 30، هشوف برده في ال 80 ماشيه ازاي والدنيا هتبقى يعني. انا المفروض اصلا اعمل والد كارد دلوقتي، بس انا شايف ان فرقتي مش محتاجه. لا ما تعملش، لا ما تعملش، انت فرقتك حلوه يا عم سيمبوس. ماشي، نخش بقى في المفيد بقى. على ايه؟ على لقاء العمالقه النهارده، او لقاء من اتجاه واحد زي ما انت تحب تسميه. والله بص انا توقعت السيناريو نص السيناريو بالظبط، شفت والله العظيم كده وقلت له اللي كان صاحبي عندي، قلت له بص الماتش هيبتدي بعد شويه هتلاقي راشفورد حاطط جون. وفعلا بس بقى اللي ما تخيلتوش بقى اللي حصل بعد كده، ان فعلا اليونايتد دي فرقه تعبانه. انا دي الخلاصه. هو راشفورد ومنك لله سفيان المرابط. يلا بقى. ليه بس؟ هو كده عشان يعني الراجل متعسر مش عارف.
لا انا مش بادئ على هالاند، خلي بالك يا اما الراجل يجيب جون. انا عايز يفرح. انا عايز اقول لك حاجه، انت عشان بس بتبص ابوها يزعقه لما يروح. ماشي. انت بتبص الميني ليج اللي بيني وبينك تمام، لكن هو في الواقع ولا كان فارق لك ولا هيضرك يعني. هو ما كانش فارق لان الناس كلها مكابتناه، بس هو الفكره كلها ان هو الراجل فعلا ما يستاهلش جون، اقسم بالله ما يستاهل جون، كان زي الزفت. هو ضيع فرصه سهله، هو اختار ان هو شوطها برجله، ما كانش حلو في الماتش، اختار ان هو شوطها برجله مع باصعب حته في جسمه، مع انه هو المفروض يطير بدماغه يعني، لو دخل كده المسها يدخلها لو حطها بدماغه. هو دايما بيحب يعمل فزلوكه كده، واللي هو بعمل كاراتيه وبتاع، بس لا هو ضيع فرصه سهله، بس عادي هو جاب غيرها كتير. هي ما بيجي صعبه كمان، هو مستواه ما كانش حلو. انا مو مش حلو، بس ربنا رضاه، مش احسن حاجه، الراجل اجتهد وربنا رضاه ورضانا كلنا. ماشي يا عم، ماشي يا عم، هنيالك. هو انما بالامانه فودن عامل ماتش جبار، الواد ما شاء الله نحله، يستاهل الجولين اللي جابهم. هو اللي بيعجبني في فودن لمسته للكوره، اللمسه الاولى للكوره فظيعه يا باشا، لعيب كوره اقسم بالله، وبيلعب كوره، الكوره تحت رجله كده تحس ان هو مميز. هالاند ده قناص، بس انا ما بشوفلوش اي مهارات، ما بشوفلوش اي حاجه. لا لا، الواد فودن ده حفروه بطريقه، وانا اصلا بحبه من زمان ومقتنع بيه، لعيب يعني جامد جدا. يعني ودي بروين كان وحش برده قوي يعني بجد. بالك دي بروين ما قبلها لعب ماتش الكاس كامل، ما انا مش فاهم دي ليه. في حد لعبه الماتش كامل، هو تقريبا دفع مع جوارديولا قال له بص انت تسيبني في الملعب ما تطلعنيش. انا مش هو فاهم. الوحيد اللي كلمته بتمشي على جوارديولا، والله العظيم كان هيتاذوا النهارده. بس هو تيجي للواقع يعني، فرقه السيتي فرقه مرتاحه يعني، اللي هو بيلعبوا مش قايلين ان هم هيخسروا، مش هيخسروا يعني، معاهم يا عم نازل من على الدكه الفارس اللي واخد كاس العالم. لا يا عم، فرقه في حته ثانيه. اما بالنسبه لدوكو ده، فبالله والله العظيم لو جريليش كان فعلا ما اتصابش ولقيته في الملعب، يبقى جوارديولا ده ما يفهمش حاجه. والله يا بشتم في طول الماتش، اقسم بالله والله الواد ده ما لعيب، مش اللعيب ان افضل محتفظ بالكوره ووقت الباصه ما باصيش ووقت الشوطه ما شوطش. هو ياخد الكوره بيحصل كالاتي، يفضل يعمل كده ويخش على اللعيب، يقوم يعدي معدي منه تمام، يقوم حاود وشايطها في السماء. ايوه ده لو شاط ده ساعات بقى ايه، يرقص ويرجع تاني ويرقص تاني. يا عم ما جنبك واحد. لا لا لا، جريليش ارحم بكتير. لا جريليش يا عم اقسم بالله لعيب تكتيكال مش ممكن، بيعرف يباصي امتى. حظه السيزون ده الماتشين اللي رجع فيهم، ماتش كوبنهاجن ده كان لسه راجع من اصابه واتصاب في نفس الماتش، والماتش برده ايه بتاع الكاس بتاع لوتون رجع واتصاب برضه في نفس الماتش. لا هو فعلا عشان هو، على اقول لك ليه، عشان هو دايما باين السمانه فبيتحسد. لا لا هو بيبذل مجهود وبيتضرب كتير، لان هو بيعدي. ايوه يعني. لا بس مش يشرب القهوه ولا ايه؟ يشرب القهوه على معنى ايه؟ اقول لهم ايه على راشفورد النهارده اللي حط جون عالمي، بس هو لعيب مصدي من الاخر. ده حقيقه، هو تحس ان هو كده مش في الفورمة يا باشا، ده لمسته تحس ان هو ما بيتدربش، والله ما بيعملش كويس. ده صدى اليونايتد، يونايتد دي والله. بصوا يا جماعه، يونايتد فريق عريق، بحترم جماهيره. انا ماليش دعوه ماليش دعوه بجماهير يونايتد، انا بحبهم وعارف فكره، اصحابي كتير جدا يونايتد انا بيشجعوه وانا محترمه. أيوة أيوة، بس اقسم بالله مقبره النجوم فرقه بتصدي اللعيبه. بس خد بالك، انا عندي تعليق للفريق، اغلب الاصابات انا شايف ان هم عملوا اللي عليهم في الماتش بصراحه. ايوه هو ايه، ما هم لعبوا على امكانياتهم، لعبوا على امكانياتهم، بس في الاول في الاخر يا عم شوفهم حتى مع الفرق الثانيه، اللعيبه دي برده يا جماعه في حاجه غلط. بس مش نص الفرقه مصابه، خلينا متفقين. مش متفقين والله، حتى لو يعني مش هو راشفورد لو كان مركز النهارده واستغل الاخطاء بتاعت الكوره اللي خدها من برونو ده، لو كان خدها كان 2-0 اقسم بالله، كان زمان مركزين الماتش من الاول. بس هو عمال يتكعبل في الكوره، بيعمل حاجات غريبه، حتى ايه تنهاك طلعه. خلي بالك ده تاثير نفسي برضه، كويس جدا بيحفرك وبيجري، بس برضه ايه مع ووكر بيجيبه من قفاه. تعالى يا ابني ايوه تعالى يا حبيبي، انت رايح فين انت؟ هما لو كانوا بشويه تركيز على فكره كانوا يقدروا ان هم هو تنهك بدا الماتش تكتيكيا كويس، فاهم؟ تسد شويه في الاول، خطف جم مرتده بتاع، بس انت مش سؤال ليك. سؤال ليك، هل انت هتفضل مستحمل فريق بدنيا قوي جدا عمال يهاجم يهاجم وتفضل بكامل تركيزك 90 دقيقه؟ مستحيل. لا لا، ما هم جابوا اخرهم، هم جابوا اخرهم. بالظبط، ده اخر امكانياتهم. فودن اول ما حط الجون شوطه رائعه من بره ال 18 في زاويه، لا ايدرسون ولا غيره هيعرف يجيبها. أيوة. خلاص هو الماتش اتفتح من بعدها، راح فودن نازقهم الثاني. ما انت ما ده قيمه على فكره، الفارس مجرد ما نزل الملعب نزل عمل اسيست. لا والله غير الاسيست، الملعب فرق، نزل واحد لعيب من على الدكه. شوف انت بتطلع واحد فاليو وبتنزل واحد فاليو، فاهم؟ لا السيتي ما عندهاش مشاكل خالص. السيتي فرقه كامله اوفر، ما عندهاش اي مشاكل. خد بالك اللعيبه الناشئه كمان اللي على الدكه جامدين،
بس انا ما زلت مصمم ان السيتي مش في افضل نسخه، بس السيتي يعني بالوضع اللي هي فيه ده برضو تاخد كل حاجه، بس بيكسب بياخد الثلاث نقط زي ما ليفربول. هي مش احسن سيتي، ما ليفربول الفرقه كلها مصابه، بس يورجن كلوب بيكسب بياخد الثلاث نقط. هي مش احسن حاجه، بس تقدر بفورمتها دي كمان تاخد كل حاجه وتاخد دوري ابطال كمان. هو اللي هيتعثر في الثلاثه التوب، الارسنال السيتي ليفربول، الماتشات الجايه هيزعل. اه بالظبط، اللي هيقع ماتش هيزعل. ما ينفعش تعادل، ما ينفعش تتعادل، مش تخسر. ارسنال بكره شيفيلد، المفروض نعديه يعني. انا بقول لك ده الماتش بتاع الارسنال المفضل. لا لا، خسران من اخر فرقه في الدوري. لا لا ان شاء الله شيفيلد فعلا فرقه مخرقه يعني، باجي لك من النهايه. يا مساعي ربنا يستر. لا لا بجد فرقه وحشه يعني، انت عارف ممكن قلقان مثلا من فرقه مثلا زي برينت فوق اللي هو ايه ليها انياب تزعل، لكن شيفيلد حتى يعني يوم ما هتتعادل. ما كنتش قلقان من شيفيلد في اول السيزون قدام استون فيلا، ونزلوا لعبوا وكسروا الدنيا. لا ما انا عايز اقول لك يعني ان هو يومها كان استون فيلا مش حلو يعني، كان في حاجه غلط. وبرده ده في الاول، دلوقتي الحافز جامد قوي يعني، بتهيألي ارسنال هتنزل بكره تاكل اللي هو نازله عايز اجيب جون من اول ربع ساعه. وخيسوس راجع كمان، فده ايه بدر حلو وبارتي، فهي مسهل يعني. انما بالنسبه بقى للماتش، انت النتيجه دي انت كنت متوقعها؟ متوقع ان السيتي تكسب؟ اه بصراحه متوقع السيتي تكسب. طب انت شايف، كنت عارف ان الماتش مش هيبقى سهل، ما كانش سهل. اه طب انت شايف ان هالاند ماله؟ هالاند كويس، ما مالوش. انا مش شايف هالاند ممسوك يا باشا، هالاند ممسوك والله مش كويس يا جماعه والله العظيم. هالاند جاله ايه في الماتش؟ ماليش دعوه بماتش لوتون بتاع الكاس ده. لا جاله ايه في الماتش ده؟ جاله الكوره اللي قدام الجون اللي شاطها فوق، وعادي يدور ده اي مهاجم بيضير. تحركات حتى مش كويسه، بس هو الراجل ممسوك. هو ما هو قلت لك جوارديولا بيعتمد على كده، ان هالاند بيتمسك واحد زي فودن ده يفنش، فاهم؟ بس والله هالاند جات له الكوره وفنشها كان بيها زي الغلط بتاعت مرابط. المهم يا جماعه بقى احكي لكم بقى، معلش يا عم سيمبوس، معلش يا باشا، معلش عشان انا زعلان بقى. احكي لكم بقى انا زعلان ليه. بصوا يا جماعه، قصتي كالاتي، وفيها العبر على فكره. انا قلت هبيع فودن واجيب سون، وسم خزنيش جاب. لما كنت في فيديو امبارح بقول لهم، بقول له انا مش فرحان ليه؟ قلت له ما دخلتش في البونص. عايز اقول لك ان فودن لما كان جايب الجون كان داخل في البونص يعني، برغم ان هو جون في خط النص شبه سون، بس كان لحد دلوقتي جايب دبل ديجيت يعني، جايب 10 نقط بالثلاثه بونص. أيوة يعني رجع كمان حط ايه، هو كان جامد في الماتش، اجمد واحد في الماتش. لازم مش فكره بقى، مش فكره كيف انا، هل فيرنر كان اجمد واحد في الماتش؟ لا مش الفكره في كده، هو خد البونص يعني. انا ده اللي انا كنت منتظره. تمام. ان سون ياخد يعني، اللي انا كنت متخيله ان سون هياخد البونص ليه؟ لا مش بكلمك على تخيلي، مش بكلمك على اللي حصل. انا كنت مستني ان انا هجيب سون يوم يا عم ما هجيب جون هيجيب لي 10 نقط. تمام. لا ان هو جاب لي سبعه، ده زعلني. اللي زعلني اكتر ان انا جايبه مكان فودن اللي راح جاب لك ايه 15 نقطه يعني، يجيب هو الجولين ماشي، لان هي الخطه بالنسبه لي ما مشيتش قوي يعني. انا قلت حتى لو فودن جاب هيجيب جون، هيجيب جون مثلا. لكن فكره ان هو يجيب جونين وياخد ثلاثه بونص دي زعلتني، لان انا جايب سون على اساس ان هو استثمار عشان يبقى فارق جوله عن فودن يعني. حتى لو فودن عمل الجوله الجايه وسون برده المفروض يعمل الجوله الجايه مثلا يعني، مظبوط يبقى كمان ليه افضليه. انا معايا سون في ال 29 وفودن بلانك، فاهم؟ فحته ان هو جاب 15 نقطه من دلوقتي كده مش مربوحه بالنسبه لي. بس انت اتصرفت صح، اتصرفت صح بالمنطق. انا مقتنع ان انا عكسك، انا ما اعملش كده. انا واحد زي فودن ده شايفه ماشي كويس وبيجيب، ما بيعوش عشان انت هتعمل فري هيت. اه ما انا هعمل فري هيت، انما انت طب حط نفسك مكانه، بتنقل نفسك، بتجيب لعيبه وبتخسر، بتخسر فلوس يعني. انت فودن ده انت كنت جايبه، شوف غلى كم مره هو معاك، مش مهم، فاهم؟ مش مهم، ما هو هيتباع. هو انت عملت المنطقي اصلا، بيلعب قدام مين؟ مانشستر يونايتد، وعنده ليفربول، وعنده بلانك، فانت عملت الصح. بس الفكره ان هو جاب جولين ودخل في البونص، دي صعبه شويه. ماشي، ما انا اقول لك حتى لحد دلوقتي لسه خطتي ما فشلتش قوي، ان هو المفروض فودن يبلانك في الماتش الجاي، الا بقى لو جاب يبقى انا حظي فقر. لا خد بالك، ليفربول قوي اصعب من اليونايتد. اه ما انا طبعا يعني ليفربول لا تقارن بين دي معلومه. المفروض مثلا ان فودن ما يعملش الجوله الجايه، بس ممكن برده يعمل، والمفروض برده سون يعمل، يبقى بقى ليه افضليه. فكره ان هو جاب 15 نقطه دي زعلتني شويه. انا والله ماليش دعوه بغيره. خد بالك وقع في اخر الماتش تقريبا. مين؟ فودن؟ اه وقع في اخر الماتش وطلع، مش عارف بقى هل اصابه مكمله ولا لا. لا بس ما اعتقدش يعني، واد ما شاء الله صغير. بس ان شاء الله هيبدا الماتش الجاي ويولعها عشان هو باعه.
يندم على قراراته. لا انا مش هندم، لا انا اخدت قرار هو في رايي منطقي، وانا حاسس ان انا اصلا مش هعمل فري هيت، فانا كان منطقي ان انا اجيب سون الجوله دي. فري هيت زي الناس يعني، مش هعمل فري هيت. لا يا عم انا خلاص واخد القرار، وغالبا المفروض الجوله الجايه هجيب سولانكي، للاسف برده مش مكمل معايا، هضطر اجيبه عشان الدبل. كابتن هو كابتن غصب عني يعني، الناس هتربله فانا لازم اجيبه كابتنه. الجوله اللي بعدها بقى لازم هجيب، غالبا هجيب بون. تمام يعني انا ماشي على السيستم ده، حتى لو دخلت خمس ست لعيبه كفايه، هحاول اكابتن حد فيهم ديفرنشال كده، يمكن تضرب معايا انا واجيب بالخمس لعيبه اكتر من اللي جايب 10 لعيبه. كده هتضرب معاك يا عم، فاكر طالبني يا جماعه بيقول لي ايه اصل انت حظك بومب ومش عارف ايه، ببص لقيته جايب نقط اعلى مني، يقول لك حظك بومب وانت حظك ماشي. الكابتن بتاعك جايب اعلى من الكابتن بتاعي. ايه الكابتن بتاعك يا عم؟ انت الكابتن ما دخلش في الجونه. الكابتن بتاعي ده انا جايبه مكان واحد كان معايا جايب 15 نقطه يا عم، اتقي ربنا يا عم. ماشي بس انت لسه ما زعلتش. انا عايز اقول لك بقى ان انت هو جبريل ان شاء الله لما يطرد بكره. لا ان شاء الله، ان شاء الله صليبا يجيب جون في نفسه، وانا مضحي بالكلين شيت. لا لا يا عم، لا لا يجيب بلانتي ان شاء الله ربنا يوفقك. ايه ده الكلين شيت بقى؟ لا انا عايز اقول لك ان سيمبوس بقى اللي عمال بيزيد ده معاه سن، يعني جايب سن معايا ومعاه فودن، معاه الاثنين. انا غلبان يا عم سالفه معاه الاثنين، سن وفودن. جايب برنس وجايب واحد ما شفتوش. والله ما صعبان عليا غير واحد كان عامل لنا كومنت، اللي هو الكومنت الحزين اللي جالنا، اللي هو بيقول ايه انت مقعد سولانكي دكه وانا مكابتنه. زمانه زعلان دلوقتي والله، انا بقدم لك التعازي. ماشي هو الصراحه خلي بالك متوقع ان ما عملش حاجه. لا وبرده كان في ريسك ان هو ما يلعبش. انت برده بتغامر، انت مرعوب النهارده الحمد لله. انت بتغامر بس يعني ان شاء الله توفق في الجوله الجايه. يعني ايه يا عم سيمبوس بس خلاص يعني، ما تنساناش بقى من اللايك والاشتراك. المهم احنا خطتنا ايه؟ احنا المفروض بكره طبعا، بما ان طبعا ماتش ارسنال وشيفيلد ده مش ماتش مهم، يعني على الورق مش مهم، لكن هنطلع كده كده هنظبط بكره على ارسنال، وفي نفس الوقت هنقول ايه ملخص الجوله كلها، يعني نتكلم بقى على الجوله كلها، وهنقول بقى التوقعات، وهنقول التوقعات مع الجديده. هنظبطكم بقى في الفيديوهات الجايه. هنبدا بقى نتكلم بقى عن ايه؟ عن كل بقى لسه في ماتش بكره. وخلي بالكوا عشان يوم الجمعه واحنا بنعمل مراجعه النهائيه هيبقى نفس ماتش الاهلي والزمالك، فاستنونا بقى المتابعين الاهلي والزمالك. احنا على فكره انا اهلاوي وهو زملكاوي، هيبقى هنطلع بقى هتبقى حلقه قويه جدا. هنطلع نتخانق هقطع له وشه. لا ان شاء الله هيبقى معلم عليه فعادي يعني، راجل اهلاوي يعني مش قلقان. ان شاء الله هنكسب المره دي. انا في حد مراهني على 1000 جنيه فان شاء الله انا هكسب الرهان ده، زملكاوي ان هو هيكسبنا، مش عارف جايب الثقه دي منين. ماشي انا ماليش دعوه بالرهان. الرهان حرام مره عني. ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، والسلام.